قال المتنبي يمدح الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي، وهو يومئذ يتولى حرب طبرية من قبل محمد بن رائق. أحلما نرى أم زمانا جديدا؟ أم الخلق في شخص حي أعيدا؟ تجلى لنا فأضأنا به، كأنا نجوم لقينا سعودا. رأينا ببدر وآبائه لبدر ولودا وبدرا وليدا. طلبنا رضاه بترك الذي رضينا له فتركنا السجود. أمير أمير عليه الندى، جواد بخيل بأن لا يجود. يحدث عن فضله مكرها، كأن له منه قلبا حسودا. ويقدم إلا على أن يفر، ويقدر إلا على أن يزيد. كأن نوالك بعض القضاء، فما تعطي منه نجده جدودا. وربتما حملة في الوغى رددت بها الذبل السمر سودا. وهول كشفت، ونصل قصفت، ورمح تركت مبادا مبيدا. ومال وهبت بلا موعد، وقرن سبقت إليه الوعيدا. بهجر سيوفك أغمادها، تمنى الطلا أن تكون الغمود. إلى الهام تصدر عن مثله، ترى صدرا عن ورود ورودا. قتلت نفوس العدا بالحديد، حتى قتلت بهن الحديد. فأنفدت من عيشهن البقاء، وأبقيت مما ملكت النفودا. كأنك بالفقر تبغي الغنى، وبالموت في الحرب تبغي الخلود. خلائق تهدي إلى ربها، وآية مجد أراها العبيدا. مهذبة حلوة مرة، حقرنا البحار بها والأسودا. بعيد على قربها وصفها، تغول الظنون وتمضي القصيدة. فأنت وحيد بني آدم، ولست لفقد نظير وحيداً.